مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا اسماء عيسى من قناه اكلتك. النهارده هنتكلم عن الحمص بس بخمس وصفات مختلفه. يلا بينا نشوف ايه هما الخمس وصفات دول. اول حاجه معايا حمص بالطحينه. هعمله ازاي؟ سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هجيب 3 معالق كبار طحينه، وعندي كوبايه او كوبايه وربع من الحمص المسلوق، ومعايا بقدونس والتوابل بتاعتي. كل المكونات دي هضربها في الخلاط ويعملوا لي خليط كده متجانس، يعني هيبقى لذيذ كده لما نحطه مع طبق الفطار، الفول، الطعميه، ممكن نحطه مثلا كطبق سلطه مع الغداء. كل الحاجات دي جربوها هتلاقوا طعمها تحفه، توفير وتغيير روتين شويه. تاني وصفه معايا حمص برضو بالطحينه بس بطريقه مختلفه خالص عن الطريقه اللي قبلها، هي يعني فيها تركايه شويه. اول حاجه هجيب الحمص بتاعي واكون سلقاه طبعا، وبعدين عندي طحينه، عندي ثوم مفروم، عندي ليمون، عندي بقدونس، عندي كمون، عندي ممكن بقى في حاجه كده ممكن ازودها اللي هي الصنوبر مع الزبده. لو ما فيش صنوبر مثلا ممكن يعني نستغنى منه باي مكسرات موجوده عندي. هعملها ازاي؟ اول حاجه خالص كميه الحمص اللي موجوده عندي هاخد ربعها واشيله على جنب. لو عندي كوبايه مثلا او عندي كوبايتين يبقى هشيل ربع على جنب وهستخدم كوبايه ونص او كوبايتين الا ربع. وعندي الطحينه بتاعتي، وعندي الليمون، وعندي الكمون والبقدونس والحاجات التانيه دي. اول حاجه خالص هضرب الليمون مع الطحينه مع الكمون والملح والثوم والكزبره او البقدونس الموجوده عندي. وبعدين هجيب الحمص بتاعي بعد ما خلاص اضرب المكونات مع بعض، واجيب الحمص بتاعي وههرسه كده، يعني زي ما بهرس الفول يعني ههرسه كده مع المكونات اللي عندي دي. وبعدين هجيب الحمص اللي هو انا شايلاه على جنب واقلبه مع المكونات او مع الخليط بتاعي. الصنوبر بقى هعمله ازاي هو والزبده؟ هجيب طاسه على النار واحط فيها الزبده والصنوبر واسيبهم يتحمروا مع بعض شويه، وبعدين هيبقى بس نزود كميه الزبده شويه علشان انا عايزه الخليط بتاعي يسيح في الزبده. هجيب المكونات اللي انا خلطتها مع بعض، الحمص والطحينه والليمون، وهحطهم على الزبده والصنوبر وهقلبهم كلهم مع بعض، وهسيبهم كده لحد ما الخليط يبقى متجانس، واحطه في طبق وازينه بالبقدونس وجربوا طعمه هيبقى تحفه وتغيير. تالت اكله معايا بالحمص، وهو الحمص بالطريقه التركيه. الاتراك بيعملوا الحمص ازاي؟ بما اننا بنحب الاتراك وبنحب نقلدهم، يلا نقلدهم في شويه تريكات كده في الاكل. اول حاجه خالص هجيب الحمص بتاعي، لو الحمص بتاعي مش مسلوق هسلقه ويعني اسيبه لحد ما احس ان هو يبقى لين كده شويه. لو هو جاهز يختصر معايا في الوقت تمام مفيش مشكله، ده ينفع وده ينفع. هعمل ايه؟ هسلق الحمص بتاعي خلاص استوى، هصفيه بس هسيب شويه من ميه السلق بتاعته. وبعدين هاخد التوم بتاعي واضربه في الخلاط لحد ما يبقى مفروم او في الكبه بتاعتي. خلاص ضربنا التوم، هقوم نازله بالحمص، بالملح، بالكمون، بمعلقه بالليمون بتاعي، يعني بالتوابل بتاعتي كلها، وهضربهم ضربه حلوه كده بالكبه او الخلاط. وبعدين هزود اللبن او الزبادي بتاعي وهضربه برده في الخلاط، واضرب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما يبقى خليط متجانس عندي. هشيل الخليط بتاعي واحطه في طبق، وبعدين هجيب الزيت الزيتون بتاعي وهحط عليه بحيث ان يبقى يعني مش عايزه اقلب الزيت مع الخليط او مع الحمص بتاعي، لا انا عايزه يبقى الخليط موجود وعليه الزيت بتاعه، وارش البقدونس ودوقوا احلى حمص بالطريقه التركيه. رابع حاجه معايا وهو الحمص بطريقه المقبلات. ازاي؟ سهله ما فيهاش اي ابتكارات خالص، كلنا عارفينها وانا بحبها عشان كده قلت اقولها لكم. اول حاجه هجيب الحمص بتاعي هعمله زي الترمس بالظبط، هجيب الحمص واسيبه 6 ساعات في الميه، وبعدين هصفيه من الميه بتاعته واغسله غسله كويسه واحطه على النار يغلي كده او يتسلق. سلقته ما سيبوش في الميه يتهري قوي عشان ما يبص مني او يقعد معايا فتره اطول. خلاص تمام، هخرجه من الميه بتاعته، هغسله كويس واضيف عليه الميه بمحلول الملح بتاعي. هضيف الميه والملح والخل والليمون والشطه، لو عندي الهريسه اللي هي هريسه الشطه الحاره دي ممكن احطها معلقه صغيره بس منها كده، وهقلبهم شويه كده مع بعض واحطه في الثلاجه، وكل ما احب مثلا التسالي ولا اي حاجه نخرج، طعمه جميل جدا، وحط عليه الليمون والخل، يعني
يعني مقبلات او مسليات حلوة جدا مع الترمس، طعمه حلو جربوه. خامس وصفة معايا والاخيرة، وهي تغيير روتين بقى عن الشرب اللي احنا متعودين عليها، وهي شوربة الحمص بقطع الفراخ. ازاي؟ اول حاجة هتجيب مثلا نص كيلو صدور، قطع مكعبات صغيرة، هشوحه على النار مع البصل والثوم في شوية زبدة كده، واسيبهم يتشوحوا مع بعض لحد ما يدينا اللون الذهبي، وهضيف عليه ورق لورا وتوابل بابريكا وكاري وملح وفلفل وبهارات اللي احنا عارفينها دي، والكمون طبعا بيديله ريحة وطعم حلو قوي. هنقلب المكونات مع بعض. هكون مجهزة عندي الحمص بتاعي وسلقاه، بس مش سلقاه ان هو يستوي قوي عشان هو لسه يغلي على النار شوية. وبعدين هضيف الحمص بتاعي للفراخ والخضار اللي انا عملتها. لو انا حابة اضيف اي نوع خضار تمام مفيش مشكلة، ممكن نضيفها معي جزر مثلا. هقلبهم على النار وازود مية شوية بشوية لحد ما احس كده ان كل حاجة استوت، الحمص والفراخ وكل حاجة. هرش رشة بقدونس وهقدمها سخنة وبالهنا والشفا، وهتعجبكم جدا. دول الخمس وصفات بتوعنا، يا رب يكونوا عجبوكم او قلتلكوا حاجة ممكن تفيدكم فيها. اشوفكم في فيديوهات جديدة، وصفات جديدة، وقناة اكلتك. باي.